وينضم إلينا موفد التلفزيون المصري علاء رشوان من العاصمة الصينية بكين. علاء، يعني بعد التحية، تركز لنا على أهم نقاط القوة التي أسفر عنها منتدى التعاون العربي الصيني المنعقد في بكين. نعم، يأتي هذا المنتدى كأحد أهم آليات الحوار والتعاون بين الجانبين العربي والصيني. يحتفل هذا المنتدى بمرور 20 عام منذ تأسيسه وإعلانه في 2004 بمبادرة مصرية في الأساس مع الشريك الصيني تحت رعاية كل من جامعة الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. هذا المنتدى الذي يهدف في الأساس إلى تحقيق الشراكة والتعاون بين الجانبين لإرساء وتحقيق عمليات التنمية المستدامة، وأيضا تعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين حيال القضايا السياسية المطروحة إقليميا بل وعالميا. أحد أبرز نتائج ومخرجات هذا المنتدى طوال 20 عام الماضية هي ما أشار إليه السيد الرئيس في كلمته اليوم، وهو العمل في الجانبين على التقريب والتكامل بين مبادرة الرئيس الصيني الحزام والطريق وأولوياتها، وبين خطط ومستهدفات عمليات التنمية المستدامة في الدول العربية وفي مقدمتها مصر التي سعت لإقرار هذا التكامل مع هذه المبادرة عبر إطلاق استراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة حتى عام 2030. أيضا أبرز نتائج هذا التعاون الممتد بين الجانبين هو التقارب والتكامل الشديد في التوجهات السياسية الخارجية والمواقف السياسية الخارجية للجانبين الصين والجانب العربي حيال عدد كبير من الأزمات والقضايا التي عاصرها الجانبان منذ 20 عاما وحتى الآن. آخر هذه المستجدات هو القضية الفلسطينية بشكل عام والأوضاع في غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والحصار وسياسة التهجير القسري الذي تمارسه إسرائيل ضد أبناء القطاع. هذا ما أكده أيضا السيد الرئيس عندما أشاد بالمواقف الصينية الداعمة للموقف العربي حيال هذه القضية ودعم الصين لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومستقلة على حدود الرابع من يونيو حتى عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية. وأكد السيد الرئيس أيضا على مستوى عالي من التنسيق والتشاور وصلت إليه العلاقات بين الجانبين، الجانب الصيني والجانب العربي، حيال مستجدات أيضا إقليمية أخرى أو مستجدات اقتصادية إقليمية فرضت نفسها على حركة الاقتصاد العالمي. نتحدث هنا عن التغيرات المناخية، نقل وتوطين التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي إلى غيره من هذه التحديات والمتغيرات التي تعاطى معها المنتدى من نعم. الجانب الصيني والجانب العربي بكل حرفية وبكل نعم. اهتمام. للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا لقاءات على هامش المنتدى مع القادة العرب ولقاءات ثنائية، أبرز هذه اللقاءات. لقاء استقبل خلاله السيد الرئيس رئيس مجلس الدولة الصيني وهو بمثابة رئيس مجلس الوزراء السيد لي تشانغ، لقاء ممتد بحث خلاله السيد الرئيس جملة من العلاقات والروابط التي تربط البلدين خاصة على الصعيد الاقتصادي. ثمن خلال النقاشات السيد الرئيس جهود وتعاون دولة الصين في عدد من القطاعات في مصر على رأسها البنية التحتية والإنشاءات والنقل الذكي والتصنيع الغذائي وغيرها من المجالات الحيوية التي حقق فيها التعاون المصري الصيني طفرات ملحوظة خلال الفترة الماضية. واستشرف السيد الرئيس واستعرض أمام لي تشانغ رئيس مجلس الوزراء الصيني عدد من الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين الصين خاصة في مجال النقل الذكي واللوجستيات وغيرها من هذه القطاعات. بدوره لي تشانغ ثمن جهود الدولة المصرية في إقرار عملية التنمية المستدامة وفي تحقيق التكامل بين رؤية الدولة نعم. للتنمية المستدامة وبين مبادرة الصين الحزام والطريق. نعم علاء، يعني القضية الفلسطينية والعدوان على غزة هو الحدث الأبرز الآن على الساحة، كيف تم تناول هذه القضية خلال أعمال المنتدى؟ يعني أشرنا إلى أن هذا كان
ضمن أحد أهم المحاور التي ركز عليها السيد الرئيس في كلمته، وأيضا في كلمة الرئيس الصيني الذي دعا إلى أو ساند ودعم الدعوة المصرية لتأسيس أو لعقد مؤتمر دولي للسلام، يعني يجتمع خلاله الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة لحلحلة هذه القضية والوقوف ضد سياسة التهجير القسري والحصار التي تفرضها إسرائيل على قطاع غزة، وأيضا التأكيد على أهمية تعزيز التنسيق والتشاور الجاري بالفعل بين الجانب العربي بشكل عام وبين الصين في المحافل الدولية والإقليمية لإقرار عملية التنمية المستدامة انطلاقا من إقرار السلام والاستقرار في منطقة حيوية للغاية تطفي بظلالها أو تطفي مستجدات الأوضاع الجيوسياسية فيها. نتحدث هنا عن المنطقة العربية، تطفي بظلالها على كل العالم وعلى حالة الأمن والاستقرار والسلام في العالم بأسره. ربما البيان الذي خرج عن هذا المنتدى أيضا تصدرت فيه القضية الفلسطينية الصدارة، حينما أكد البيان على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو عام 67 تكون عاصمتها القدس الشرقية، وتعزيز التنسيق والتشاور مع الأطراف الإقليمية الدولية التي من الضروري أن تتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية حيال هذه القضية وحيال الحقوق الفلسطينية في هذه الدولة المستقلة. نعم نعم، أشكرك جزيل الشكر علاء رشوان، موفد التلفزيون المصري، كنت معنا من العاصمة الصينية بكين.